انا كنت عايش بخير قبل الحديثه، كنت عايش بخير، كان عندي صالير ديالي كل شهر كناخذو وكنخلص الطريطات كما ينبغي. منين دخلت الجائحه ديال كورونا توقفش على العمل، ما بقاش خدام. منين ما بقاش خدام وليت كنقلب على الخدمه، كنت خدام كلشي في لابوراتوار. منين صافي منين دخلت كورونا صافي تقلبت حياتي راسا على عقب. ومن بعد منين سميتو بديت كنقلب على الخدمه حتى كنتفاجئ بحادثه سير تهرس اللي خرج اللي درتها في طريقه زمور. طريقه زمور حدا ماكدو. كنت سايق موطور مع 8 الصباح، هزيت السيفيات ديالي درتهم في الموطور لانني غادي نمشي نقلب على الخدمه. واصلا انا ما قلتش يعني كل نهار كنمشي كندور. منين هزيت الموطور مع 8 الصباح تميت غادي اش نقول لك، حتى كنتفاجئ بواحد الاخ حتى هو عنده موطور. ما انا ما قدرتش فراني، حتى حاولت مع يعني هربت، ماشي هربت ولكن قدر الله كيتصرف، ما عندي من ندير. وانما منين تهرس اشنو وقع لي؟ تهرس اش نقول لك، مشيت للسبيطار، وقفوا معايا ناس، وقفوا معايا الخوت الحمد لله. وانما الحديثه تحولت لي جحيم، ما نكذبش عليك. بعت حوايجي، بعت كاع اللي عندي بعته، حتى لدرجه انني وليت كنطلب لي كوش باش نجيبو للدري. الدري مازال كيقرا والوالده تاعي مسكينه شدات لي ولدي الاخر، قالت لي هذا يعني صافي حيد المسؤوليه ديالو وانا نتكلف لك به. واخا رغم انا ما خاصنيش نقول عييت، باش ملي كتشوف الدراري صغار خاصك تقول يلا بديت. وانما ملي كتشوف حالتك نجايه ما قادرش تخدم وما قادرش تريكوك، تريكويا اللي لابس انا على داري قسما بالله العلي العظيم ما نقدرش نحيدو. انا تمشي للدار على يحيدوا لي الدار وصافي. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت شد الميكرو ونوريك انني ما كنقدرش نوصل لراسي، وليت كنقرع على انني ما بقاش نوصل لراسي، ما كنوصلش ليه. صعيبه انك هاز مسؤوليه وهاز حمل ثقيل، عندك اولاد. انا راه ما نكذبش عليك، انا ما جيت لعندكم الا راه صافي عييت، ما نكذبش عييت، عييت بالمصاريف، عييت بالمصاريف ديال الدار. دابا انا واخد كريدي، واخد كريدي انا من البنكه ب 17 مليون، اللي واخد كريدي من البنكه ياك على اساس باش نبقى كل شهر نعطيهم 22000 ريال في الشهر. دابا ديك 22000 ريال كنقول يا ربي تجيني غير 200 درهم باش نعيش غير ديك الدراري. دابا واحد اللي عنده 9 سنين والصغير عنده عامين وعامين و11 شهر، باقيين صغار، باقيين صغار. كنتمنى منهم الله يجازيهم بخير يشوفوا بعين الاعتبار. انا والله ما نكذب لك الا عييت، يشوفوا هذا الفيديو هذا ويشوفوا بعين الاعتبار ووقفوا معايا. ما نكذبش عليك انا لا اله الا الله محمد رسول الله، يوقفوا معايا الله يجازيهم بخير. هذوك الناس اللي تيديروا الخير واللي كيكونوا اللي كيساهموا في الخير، والناس ديال الخير واللي كيديروا الخير في الخفاء، كنتمنى من الله انايا مهما يعني ضريت وجيت لهاد الناس هادو اللي يوقفوا معايا والله يكثر خيرهم. والناس اللي يشوفوا هادشي ويشوفوا بعين الاعتبار انني راني متهلكت وعندي الوثائق ديالي بانني راه اوندي كابي، يجي يشوف بعينه بانني انا عندي الوثائق ديالي كلها، ما كنكذب حتى شي حاجه، يعني كل شيء موثق عندي، كل شيء صافي لا اله الا الله محمد رسول الله.